قال الملحن الكبير حلمي بكر أنه تعرض للضرب والسحل على يد بلطجية، واقتحام شقته الواقعة بمنطقة المهندسين وسرقتها، فضلا عن خطف ابنته الصغيرة ريهام حلمي البالغة من العمر 2 سنة و4 شهور. وأضاف حلمي بكر في تصريحات خاصة لمصراوي صباح اليوم الأربعاء 24/7/2019 أنه ذهب للمستشفى بعد الاعتداء عليه، حيث خضع للعلاج ساعة كاملة في المستشفى، وتم كتابة تقرير طبي وإرساله للأمن لإضافته للمحضر. وقال حلمي بكر أن البلطجية حطموا أساس الشقة، وأن التقارير الطبية أثبتت ما أصيب به من سحجات وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده. وأوضح الموسيقار حلمي بكر أنه اتصل بالإعلامي عمرو الليثي، والذي قام بدوره بالاتصال من ألمانيا بمدير الأمن للتحرك واتخاذ اللازم. وقال أيضا: سحلوني وضربوني وأهانوني على مرأى ومسمع من الجيران وحراس العقارات المحيطين بي في منزلي. وأضاف بكر في تصريحات للوطن أن هجوم البلطجية الذي تعرض له تسبب في إصابات بالغة في الكتف اليسرى والرقبة وحروق في اليد، فضلا عن إصابات في الركبة أدت لصعوبة بالغة في الحركة، مما استدعى نقله إلى مستشفى العجوزة لإثبات حالته وتلقيه العلاج. حلمي بكر مولود 6 ديسمبر 1937، هو ملحن مصري لحن حوالي 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها سيدتي الجميلة وحواديت وموسيقى في الحي الشرقي، واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية ولحن الكثير من الأغاني الناجحة. دي صورة نادرة للموسيقار حلمي بكر وهاني شاكر وأحمد عبد العزيز. حياة شخصية: كشف الموسيقار حلمي بكر الذي يلقبه البعض بشهريار الفن عن أسرار وتفاصيل 10 زيجات في حياته، موضحا كل التفاصيل والأسرار التي أدت للانفصال. واستدرت المتحدثة عن زيجاته أول زيجة هي سهير رمزي، أصرت على عدم اعتزال الفن فقلت لها: أنت حرة، وتم الانفصال ونحن أصدقاء إلى الآن. دي أول زوجاته سهير رمزي، معروفة طبعا ممثلة قديرة. وتابع أما الزوجة الثانية فهي شاهيناز شقيقة الفنانة شويكار، وهي أم ابني الوحيد هشام الذي يعيش في أمريكا، وفوجئت بها نتيجة تفكير خاطئ، قامت برفع دعوى قضائية. دي صورة نادرة من حفل زواج الموسيقار حلمي بكر وشاهيناز شقيقة شويكار. ليس لها علاقة بحياتي، واستطرت بدون معرفتي بالقضية، حصلت على حكم يفيد سجني شهرا مع إيقاف التنفيذ في الوقت الذي كنا فيه معا في باريس من أجل الفسحة والاستمتاع. وأضاف: عند عودتنا وجدت هذا الحكم، وقد تدخل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ووقف بجانبي، خاصة عندما علم بأن هناك قضية أخرى بتحريك الإيقاف إلى التنفيذ، وعلى رغم ذلك أكرمتها وقلت لها: كافة حقوقك في 10 أضعاف ومع السلامة. وقال: لقد أحبت أن تعود مرة أخرى إلى عش الزوجية لكنني رفضت، لدرجة أن علاقتي بابني شابها نوع من التوتر، خاصة عندما انحاز الابن إلى الأم وأصبحنا غرباء عن بعضنا ومثل الصديق الذي يلتقي صديقه. وقال بكر: لم أمارس حق الأبوة على ابني إلى أن تخرج من دراسته، وكل ما كنت أمارسه من خلال الأبوة هو أن ألتزم بمصروفاته الدراسية في أمريكا حتى تخرج. وعلل بكر أسباب ذلك لأنه يعيش بتفكيره في أمريكا، وأنا أعيش بتفكيري في مصر، لأنه ما زال إلى الآن يعيش في أمريكا ويحمل الجنسية الأمريكية ومتزوج وله أبناء. تحدث بكر عن الزوجة الثالثة منى قائلا: كانت طالبة في الجامعة وبهرها عالم الفن، وفوجئت أنه عندما كانت المطربة الكبيرة وردة تبارك لي هذه الزيجة أهدت إلى عروستي هدية من الذهب، وعندما أظهرتها أمام طلبة الجامعة قاموا بكسر السيارة وسرقة هدية
وردة. أضاف: أصبحت فضيحتي بجلاجل في الصحف، وانفصلنا مرة والتانية، ثم كان الانفصال الثالث بلا عودة، وذلك بسبب اختلاف التفكير. وكشف بكر أن زيجته الرابعة كانت أسرع تجربة في حياته، إذ لم تستمر سوى 4 أيام فقط. وقال: كان الزواج من فتاة تسمى سهير، وتمت في لندن، وفي اليوم الرابع تلفظت الزوجة بلفظ خارج عن العادة، وأنا أدير حديثا مع ابنة صاحب البيت الذي كنا معزومين فيه احتفالا بزواجنا، فأخطأت في حقها وانفصلنا. أما الزوجة الخامسة فكانت في ظروف خاصة جدا، وأفرزت حرب الجليد، وهي ابنة شقيقة جودي أم الممثلة الشابة دنيا، وهي فتاة جميلة. وعندما جاءت حرب الخليج هربت بوثيقة إلى سوريا، ولكي تخرج من سوريا كان لابد أن تكون متزوجة، وفكرت أن أكون أنا هذا الزوج، لكن بعد شهر ونصف اكتشفت أنها زيجة فاشلة فانفصلنا. دي دنيا إيه؟ وده صورة نادرة من الفرح. وعن زيجاته السادسة والسابعة قال: الأولى كانت من رندا السورية، ابنة خالة المطربة أصالة، وكانت سيدة عظيمة جدا. دي رندا، أنا في أصالة باينة، وزوجها طارق العريان. إنها انحازت إلى أصالة وأثارت الانفصال بأدب، أنا بيتكلم عن الست، وإلى الآن صديقة، وكانت تتمنى العودة ولكن بعد فوات. أما السابعة في تلك القائمة لشهريار الفن فكانت من نار من الطاهر، وهي خريجة كلية الإعلام وتنتمي لعائلة من كبار عائلات الأقصر. دي نار من الطاهر، الزوجة السابعة. ولكن الأول، وأشار حلمي بكر إلى زوجة ثامنة، ولكنها كانت من سنوات طويلة، ووصفها بأنها أقرب إلى الزواج السري، وهي كانت من المطربة الراحلة عليا التونسية. دي عليا التونسية. وانفصل الموسيقار حلمي بكر عن زوجته التاسعة شيماء بعد أشهر من زواجه الذي دام 10 أشهر فقط. دي التاسعة شيماء. كان في لقاء تلفزيوني معاها. شيماء هي الزوجة التاسعة للموسيقار حلمي بكر، إذ فاجأ الناس بزواجه بها رغم الفارق الكبير في السن، فهو كان يبلغ من العمر ساعات 74 سنة، بينما هي كانت في سن 20، فرق حاجة وخمسين سنة، 54 سنة. وجاءت زيجته العاشرة من خارج الوسط الفني منذ 2 ونصف تقريبا، وهي الزيجة التي أنجب منها ابنته ريهام لتصبح ثاني مولود له على مدار تاريخه. النشأ والمسيرة: ولد حلمي عيد محمد بكر في حي حدائق القبة بمدينة القاهرة لأب عاشق للفن ويجيد العزف على آلة الناي، لذلك قام جده الأكبر عمدة إحدى القرى بطرده من القرية، فحضر إلى القاهرة ومارس بعض الأعمال الحرة. بدأ حياته المهنية عقب تخرجه من المعهد العالي للموسيقى العربية كمدرس للموسيقى العربية بإحدى المدارس الحكومية، إلا أنه استقال منها بسبب الروتين، ثم التحق بالقوات المسلحة لقضاء المدة العسكرية المحددة له. وأثناء وجوده في الجيش حضرت الفنانة وردة الجزائرية لإحياء حفل غنائي للقوات المسلحة، وكان بكر مشهورا في كتيبته العسكرية بعشقه للموسيقى. وعندما استمعت وردة إلى بعض ألحانه أعجبت بها كثيرا، وقررت تقديمه للأستاذ محمد حسن الشجاعي مدير الإذاعة المصرية آنذاك، وقام حلمي بكر بتلحين أغنية كل عام وأنتم بخير التي أعطاها له الشجاعي، وسجلت هذه الأغنية. ونال الملحن المصري حلمي بكر العديد من الجوائز والتكريمات، حيث حصل على جائزة أحسن ملحن عربي من رئيس وزراء مصر الأسبق فؤاد محي الدين عام 1975. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكم. قناتكم قناة
أخبار عن أمريكا.